عسلامة مرحبا بمشاهدي القناة الوطنية الأولى، مرحبا بكم في برنامجكم على الأولى سياسة. ما نجمو نبداو كان بتحية لتونس، تحية للتوانسة الكل. الدستور أحضر البارح تمت المصادقة عليه، 200 صوت يظهر لي هذايا حاجة ممكن ما كانتش متوقعة، باش نحكيو فيها مع ضيفتكم الأولى. من بعد شوية باش نحكيو زاد على الحكومة، حكومة جديدة، حكومة سيد مهدي جمعة، شنو اللي عطلها، شنو اللي صار في الكواليس في الحوار الوطني، شنو القراءة في الحكومة هذه في الوزراء اللي مكونينها، ممكن اليوم لي سي في نتاعهم سي ذاتية هايلة ياسر، ولكن بعد في التطبيق شنو ينجموا يعطيو، شنو هو مستقبل هذه الكل، باش نحكيو فيه بعد مع سيد محمود البارودي. ولكن الآن نستقبلوا نرحبوا بالأستاذة منيا بن جميع، أستاذة قانون خاص، مرحبا بك. عايشك، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك أستاذة. أستاذة، في البداية سؤال بسيط، كتبت مقال أنت في مجلة ليدرز، المقال هذايا كان نجم ترجم عنوانه تقول هذا الدستور ممكن مش الدستور اللي كنت نحلم به، ولكن مش الدستور اللي كان مخوفني. علاش؟ أنا كنت خايفة من حاجة، كنت خايفة الدستور هذا يتراجع على حقوق النساء، بالأخص الحقوق في العائلة، يعني في مجلة الأحوال الشخصية. وكنت خايفة علاش، على خاطر في المشاريع الأولى كان منصوص اللي الإسلام هو دين الدولة، وكن نصوا على أن الإسلام دين الدولة، يعني الشريعة مصدر من مصادر القانون. وأنا نعرف حاجة، اللي الرجوع إلى الشريعة والقانون الدستوري المقارن معناتها واضح في هذا، ما نرجع للشريعة إلا باش نحطوا العقوبات البدنية، وإلا باش نتراجعوا في حقوق النساء، وإلا باش نقلصوا من حقوق النساء. الرجوع إلى العقوبات البدنية، هذا كنت نعرف اللي ما نجموش نرجعوا للعقوبات البدنية، لأن الاتجاه المحافظ، الأحزاب المحافظة عمرها ما طالبت، اللي في المجلس التأسيسي عمرها ما طالبت للرجوع للعقوبات البدنية. لكن كنت خايفة على حقوق النساء، وخايفة لأن نتراجعوا في منع تعدد الزوجات، في منع التطليق. أمشي برشا على الحقوق والحريات. أنا حبيت أقول ممكن اللي لاحظناه هو صحيح 200 صوته، ولكن حتى كي نحكيو معاهم ولا كي مشينا المجلس وقابلنا النواب، كل واحد يقول له ما فماش الحاجه اللي ممكن اليوم نجموا نعتبروها بارفيت معناتها، ولكن من نواحي الكل، من اللي من نقص اليمين نقص اليسار، يقول لك ولكن كلهم لقوا رواحهم. فانا كل مره نقول لهم ترى خلينا نحاول نترجم احساسكم بالجمله نتاعك خذيتها من عندك، قول له معناتها ممكن مش الدستور اللي حلمتوا به، ولكن مش الدستور اللي كنت خايف، قول له هذيك هي معناتها لقينا توافق وهذا هو اللي صار. اسكو فات كنت عبيت فرحانين ياسر بالدستور كما هو 100%، والا القاو نوعا ما كما يقولوا دستوري نجم يوفق بين توانسة الكل؟ انا يظهر لي الدستور هذا توانسة الكل تلقى روحها فيه. الدستور هذا ما عادش يسمح التونسي باش يسلط رايه على التونسي الاخر. يعني يلزمنا نتعايشوا مع بعضنا، وباش نتعايشوا مع بعضنا نحترم رايك وتحترم رايي. وهذا اللي كرسوا الدستور. يعني اذا في الانتخابات تجي اغلبيه محافظه، يلزم الاغلبيه هذه تحترم الاقليه الاخرى، وهذا واضح في فصول الدستور. يعني عندنا الفصل الواحد اللي يقول تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، لغتها العربية والجمهورية نظامها. وعندنا زاد الفصل الثاني اللي أسس دولة مدنية، والفصل الأول والفصل الثاني هما في نفس مرتبة. لزوز ما نجموش نعدلوهم من بعد. كذلك في الطوطأة، كذلك في الطوطأة مانيش نحكيو عليه الكل بطبيعة صعيب ياسر. كان نقول لك مثلا شنو أكثر حاجات عجبوك ولفتوا انتباهك، هذول تبدا من الطوطأة الأمور. كتبت أنت حتى أختي كامل على الموضوع هذا. أنا نقول لك حاجة، الفصل اللي عجبني أكثر واللي هو ضامن للحقوق والحريات
هو اللي كان الفصل 48 ولا الفصل 49. يعني القانون ما ينجمش يحد من الحريات، ما ينجمش يمس وقت اللي يحد، ينجم يحد من الحريات أما ما ينجمش يمس جوهر القانون. وحتى كي يحد من الحريات يلزم يقدر مبدأ الضرورة في دولة مدنية ديمقراطية، ولأسباب تهم النظام العام ولا الصحة العمومية وإلا الأخلاق العمومية. وفما زاد مبدأ التناسب، يعني كي تحد من الحريات، وهذا ضامن كبير. يعني القوانين من بعد ما تنجمش تلغي الحريات والحقوق اللي ضمنها الدستور، والدستور الحالي ضمن أكثر حقوق وحريات من دستور 59. هذا يظهر لي أكبر مكسب هو الفصل 48. هذا تصريح مهم، هذا معناته ضمن أكثر حريات من دستور 59. أنت هنا ماذا بين نفتح قوسين، شنو تجاوب مثلا بعض التوانسة اللي يقولوا أحقنا خلينا الدستور 59 وبدلنا فيه شوية حاجات، أون فايت كونت اسكو باهي اللي عملناه ولا ما زدت ولا تخمم كيك؟ ما عرفتش شنو كنت تخمم. والله أنا من الأول كنت نشاط الرأي اللي دستور 59 دستور باهي، إذا نحيه منهم التعديلات اللي عملهم بن علي باش يقعد في الحكم وباش يأسس الديكتاتورية متاعه. أما تفرض المجلس الوطني التأسيسي، تفرض كتابة دستور جديد، ومانيش نادم عليه، مانيش نادمة عليه، على خاطر لأول مرة في تونس نجمنا نتحاور مع بعضنا في المسائل الأساسية اللي تهمنا. وهذا يظهر لي مكسب كبير، وتعلمنا ولو برشا عنف وسال الدم، أما تعلمنا نتكلموا مع بعضنا، وتعلمنا نحترموا الرأي المخالف، ويظهر لي هذا مكسب هام جدا. لانه كان فما بعض التجاوزات، لكن مش مهم نرجعوا عليها توا توا، اللي صار صار، نتعلموا، المهم نتعلموا ونقدموا، وان شاء الله اللي جاي فيه. شنو اللي ما عجبكش كان نسالك باكون، شنو اللي ما كملت بالنسبه لاكثر ما لفت انتباهك في الايجابي معناها، ولا فما حاجات اخرى؟ انا نقول لك معناتها الفصل اللي يطمني أكثر هو الفصل 48 اللي ولا 49. اللي ولا 49. ما زلت عندي حيرة صغيرة فيما يخص اللي محيرك مش عاجبك، فيما يخص حقوق المرأة في العائلة، يعني حقوق المرأة في مجلة الأحوال الشخصية. الدستور هذا ضمن حقوق المرأة اللي مربوطة بصفتها كمواطنة، يعني حقوقها السياسية، وكرس حقوقها السياسية وزاد معناتها تطورهم. المرأة ما كانتش تنجم تكون رئيس جمهورية، توا تنجم تكون رئيس جمهورية. والفصل اللي كان 45 ولا 46 كذلك، يعني يعطي تكافؤ الفرص للمرأة والرجل للوصول للمسؤوليات العائلة ودعمها بالتناصف. التناصف زادة، أنا هذا حاجة فرحانة بها برشا. نقعتها الحقوق المواطنة، الحقوق السياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق الثقافية، حق التعبير، حق الانتماء إلى حزب، حق الحق النقابي إلى آخره. أما فما بعض الغموض فيما يخص العلاقات الخاصة بين المرأة والرجل، إذا فيما يخص المساواة في الأحوال الشخصية. الفصل 46 يقول اللي الدولة تحافظ على الحقوق المكتسبة للمرأة، تدعمها وتطورها،
لكن ما يقولوا لناش شنو هما الحقوق المكتسبة. أنا ماذا بيا كان قال الحقوق المكتسبة في مجلة الأحوال الشخصية، وهذا ما يقولوش النص. وإحنا نعرف الكل اللي الأحوال الشخصية هي مرتبطة بالدين، يعني الفقه ربطها بالدين، والفقه قرر اللي الأحوال الشخصية ما يلزمهاش تتطور على خاطرها. هذاك يقول لك هذاك محب ربي، معناتها مكتوب في القرآن وما نجموش نبدلوه، اللي هو ماهوش صحيح، ماهوش صحيح، خاطر نظام الأحوال الشخصية هو نظام عملوه الفقهاء، يعني هو تأويل، تأويل بشري للشريعة، تأويل بشري للقرآن، وهو تأويل لفظي وذكوري للنص المقدس. فما تأويل آخر نجم نطوروا به مجلة الأحوال الشخصية، ونجم نضمنوا المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الأحوال الشخصية، وهذا ما هوش موجود في مجلة الأحوال الشخصية. يعني نحينا تعدد الزوجات، نحينا التطليق، لكن ما زال برشا لا مساواة في مجلة الأحوال الشخصية. وإذا وهذا مرتبط برشا بالعنف المسلط على النساء، يعني إذا فما عنف كبير مسلط على النساء، تعرف اللي الإحصائيات معناتها الوطنية اللي تعملت تقول اللي امرأة على اثنين تتعنف، وتتعنف خاصة في العائلة. علاش في العائلة؟ خاطر في العائلة ما فماتش مساواة بين الرجل والمرأة. وإذا المرأة تتعنف ما تنجمش تمارس الحقوق الأخرى اللي يستعرف بها القانون وتستعرف بها الدستور. تقول فما غموض على مستوى المكاسب، شيء مكتسبات، شيء مكاسب، بالأخص في العائلة، بالأخص في العائلة، يعني في العلاقات الخاصة بين المرأة والرجل والعلاقات في العائلة. هذا أساساً، وهذا ينجم يؤدي إلى عنف ضد المرأة، وإلى عدم الممارسة الحقيقية للمرأة لحقوقها الأخرى، لحقوقها وحرياتها، حرياتها العامة. فماش حاجة أخرى لفتت انتباهك مش عجبتك؟ ليش تسعة هذه مهمية؟ اللي ما عجبنيش زيادة هو الفصل 81، الفصل 81 اللي مكن رئيس الجمهورية من طلب استفتاء حول مشاريع قانون الأحوال الشخصية من غير ما المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية تعطي رأيها. وأنا هذا نخاف منه، هذا نخاف منه، على خاطر إذا فما مشروع قانون في مادة الأحوال الشخصية، يعني اللي تزيد تكرس المساواة بين الزوج والزوجة، نخاف لا يتعدى على الاستفتاء، ولا المساواة في الميراث يتعدى على الاستفتاء، والمجتمع يقول لا. المجتمع نحبه ولا نكرهه، المجتمع ذكوري، نحبه ولا نكرهه، فما برشا أمنية، يعني العباد ما همش متثقفين وما يعرفوش يعني أثار اللا مساواة على حتى حماية الحرمة الجسدية والمعنوية على المرأة. ونجموا يقولوا لا، معناتها كان نحبوا نطوروا. وانا الاستفتاء ما يعجبنيش، يعني ويقول القائل، يقول كل الشعب ما يحبش، علاش تحب تفرض عليه؟ ناخذ مثال بسيط، في فرنسا مثلا وقت اللي بادينتير نحى عقوبة الإعدام، أغلبية الشعب الفرنسي كان ضد، كان مع عقوبة الإعدام، وهو الغاها.
معناتها هكا تنجم تطور الـ الـ القوانين. وانا حسب رايي انا نسويه معناتها مناضله نسويه، اما حسب رايي اذا ما فماش مساواه في كل المجالات بين المراه والرجل ما فماش ديمقراطيه. فماش ديمقراطيه على خاطر اشطر المجتمع وتبدا بالنساء تبدا تقلص بحقوق النساء ومن بعد تولي تقلص بحقوق وحريات كافه المجتمع. في الختام الاستاذه منيا بن جميع، هذايا ما ولا دستور هو مهم ياسر، صوتوا عليه 200، فما 14 صوت لا، فما زوز بالاحتفاظ. شنو مستقبل الدستور هذا؟ هذا كله لازم يطبق تو. شوف الدستور احنا نقولوا في القانون هو رخام، لو ماربغ اون دي لو ماربغ دو لا كونستيتيوشن، يعني الدستور يلزم يدوم، ما يلزمش معناتها تجي اغلبيه تعدلوا ومن بعد تجي اغلبيه اخرى تعدلوا. وانا يظهر لي معناتها مقبول بصفة عامة، مقبول والنجم نتعايش معاه لكن تطبيقه الآن لمدة لمدة طويلة لازم نأسسه، لازم كل اللي موجود فيه، فما هيئات، فما برشا شيء لازم تتأسس الآن. تطبيقه إذا واقعي هو النص، النص قيمته بتأويله، يعني التأويل هو اللي باش يعطي حياة للنص الدستوري، وإن شاء الله التأويل يكون في اتجاه احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة بالأخص. أما يظهر لي الدستور هذا ينجم يدوم سنوات، وإن شاء الله أنا نتمنى باش يدوم معناتها. ان شاء الله نشكرك على تربيتك الدعوه اليوم. نذكروا انه حابينك تكون معنا لانه عندك قراءه ممكن وسطيه بالنسبه للي قاعدين نسمعوا فيه الكل. مقال هو انشرته في ليدرز تقول انه معناتها ممكن مش دستور اللي حلمت به ولكن مش دستور اللي كان مخوفك. نشكروك الاستاذه منيا بن جميع استاذه قانون خاص، وربي يوفقك. شكرا. السلام عليكم. مازلنا متواصلين مشاهدينا، نواصلوا نحكي والان في السياسه، نحكي وبعد قراءه في الدستور حبيناها تكون فيفا، حبيناها تكون ايضا تهمكم انتم مواطنينا. الان ماذا بينا قراءه في حكومه السيد مهدي جمعه، هذوما جزء اهم احداث السياسيه. فما شخص كان متابع، شخص كان تابع الكواليس، شخص لعب حتى دور باش يحاول يوصل توافق. تعرفوا انه الامور تعطلت بالنسبه لحكومه السيد مهدي جمعه، زي ما يخفى على حتى حد، ولكن الان فرصه باش توضح الامور، باش نفهموا شنو صار في الكواليس في ال 24 كمان 48 ساعه الاخرى قبل ما يعلن اخيرا السيد مهدي جمعه على حكومته. مرحبا بك سي محمود بارودي. مرحبا بك وسيم، مرحبا بكل مشاهدي الاذاعه التلفزه الوطنيه. هو مش حكايه تشكل على روسيا باش نشكر روحك، صحيح لعب دور ولا هو حاولنا في التحالف الديمقراطي وسيم نلعبوا دور. هذا الموقف نتاعنا منذ البدايه، بالرغم انه السي مهدي جمعه ما كانش المرشح نتاع التحالف الديمقراطي، ولكن كان سي جلول عياد، ولكن بعد ما تم التوافق على السي مهدي جمعه قلنا له اليوم البلاد تستحق حقيقه حاله نتاع تهفيت حاله الاحتقان اللي موجوده فيها، ولابد من مسانده اي رئيس حكومه يكون متوافقين عليه الفرقاء السياسيين. وحاولنا نلعبوا دور قدر المستطاع الحقيقه باش انه مهدي جمعه يشكل حكومته في افضل الظروف، وانه يتم التوافق حول حكومه السيد مهدي جمعه، وانه يقع تكليف السيد مهدي جمعه بتشكيل هذه الحكومه. هذا الدور حاولنا نلعبوه بكل موتنا من قوه وسيم. كانت لحظات صعيبه فارقه. شو اللي تعطل؟ شو اللي صار في الكواليس؟ انا مش عندي نقطتين. هل الامور تعطلت هي اساسا 100% على موضوع الابقاء على السيد لطفي بن جدو في وزاره الداخليه؟ لا، هي الحقيقه المسائل الاكثر تعقيد صحيح فيها مساله السيد لطفي بن جدو، ولكن في اطراف حقيقيه معناتها اليوم وراوها مع الاسف انه ما كانتش تتمنى انه الحكومه هذه تشكل، ولاحظنا زاد في بعض الاوقات انه ما كانتش تتمنى انه يقع المصادقه على الدستور. الطريقة العدمية هذه في التعامل مع الأشياء هي اللي ما عجبتناش احنا في التحالف، وحنا رافضينها، لأنه قلنا اليوم بلادنا تستحق أنه
نخرجوا من هالازمه السياسيه وقولوا كنا نقولوا معناتها شنو تحبوا؟ تحبوا تخليوا حكومه علي العريض؟ احنا بالنسبه لنا احنا حكومه مهدي جمعه بالرغم من النقائص اللي باش تكون فيها ولكن باش تكون حكومه افضل باش تكون قادره على الاقل على اخراج البلاد من هالازمه وترجع حاله الثقه. هذا هو وفي روح المفاوضات وفي قلب المفاوضات كان هذا كلامنا ويجي نحسنوا فيها الحكومه هذه بالرغم من انه احنا في خليني نقول نحكي على نفسي معناتها في العشرات ولا من المرات اللي تحدثت مع السيد مهدي جمعه لم اطرح عليه ولا مره انه هاو الوزير الفلاني خير من الوزير الفلاني، كان في ثقه لانه هذايا موقعين عليه في خارج الطريق انه ما ندخلوش في الاختيار نتاع السيد مهدي جمعه ولكن نجموا نناقشوه على السياسات العامه نتاع الحكومه هذه وهذه اللي مشينا فيه. في الاخر بطبيعه الحال وقت اللي ما لقيناش وما فماش اي احترازات خرجت مساله تاع السيد لطفي بن جدو وكان زاد طويله راه ممكن كل مره باش يتجبد وزير ولا الوزير هذايا قريب للفلان ولا الوزير هذايا قريب للفلان. قلنا احنا يلزمنا نسكروا الملف هذايا فما مشكله تاع السيد لطفي بن جدو لابد انه نلقاو فيها حل لانه زاد هو واش قال لكم السيد مهدي جمعه علاش كان متشبث بسيد لطفي بن جدو؟ لا هو كيف فسر؟ لانه يقول لك استقرار المؤسسه الامنيه عندها قيمه بالنسبه له، يقول لك اليوم الامن نتاعنا بالرغم من المشاكل اللي صاروا فيه اليوم رجع الامن هذايا رجع عنده ثقه في نفسه رجع يشتغل كيما احنا نحبه بالرغم كيما قلت لك قبل اغتيال الشهيد محمد مراهمي الله يرحمه الامن كانت العمل نتاعو كان مرتبك ادى الى اغتيال الشهيد محمد مراهمي وانا قلتها معناتها انه السيد لطفي بن جدو لابد انه يوضح المسؤوليه الكامله للجهاز الامني في الاختيار خاصه بعد الوثائق اللي خرجت انه السيد لطفي بن جدو كان على علم مسبق بامكانيه اغتيال واستهداف الشهيد محمد ابراهيم. بعد انه الله يرحمه ومن بعد نقولوا انه اذا اليوم السيد مهدي جمعه بطبيعه الحال لانه يعني فيه شكون ينصح فيه وفي عنده فريق عمل متكامل وفيه العديد من الخبراء والمستشارين يقولوا له انه السيد لطفي بن جدو اذا اليوم باش نبدلوه ممكن تخلق حاله من الارباك في المؤسسه الامنيه. احنا قلنا بون اذا فما عباد عندها شكوك في لطفي بن جدو انه يكون قادر يجا نلقاو حل. السيد لطفي السيد مهدي جمعه يريد الابقاء على السيد لطفي بن جدو وبعض الاطراف الاخرى تريد التخلي على السيد لطفي بن جدو. احنا كان المقترح نتاعنا الاول انه السيد مهدي جمعه يكون رئيس للحكومه ووزير للداخليه على الاقل لمده بسيطه نتاع شهر او شهر ونص حتى نتوافقوا حول وزير داخليه جديد، ولكن السيد مهدي بن جمعه رفض رفضا قاطعا وقال انا ما نجمش. اي السيد مهدي جمعه قال انا ما نجمش، قال انا اليوم عندي علاقات دوليه، عندي الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد، عندي الـ 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 كل ما هو اجتماعي اليوم وباش نزيد نشد وزاره الداخليه فانه هذا باش يكون صعيب برشا الحقيقه، هذاك علاش رفض؟ تعدينا الحلول اللي بعد. اي تعدينا الحلول اللي بعد وقلنا به انت بتمسك بالسيد لطفي بن جدو، احنا نفضلوا انه يكون على داخل المؤسسه الامنيه وزير معتمد معناتها يكون في المؤسسه الامنيه هذه ويكلف بالملفات الامنيه ويسطر السياسه الامنيه للحكومه فهالوقت هذا ويكون على الاقل من بين الاطراف اللي عندنا فيها ثقه واللي اقترحه سي رضا صفر قاعد يلوج عليه في اخر دقيقه معناها لا هو سي رضا صفر هو كان المستشار نتاعو باش يكون مستشار في المسائل الامنيه ولكن وقت اللي احنا تبرع اذا تبرع بالمستشار الامني نتاعو لا يقول لك ايه يقول لك انا ما عنديش حل ما انتم ما عندكم في ثقه احنا وقت اللي سالنا على سي رضا صفر كنا ما عندناش حتى مشكله بالعكس واحنا راهو حتى سي لطفي بن جدو بين قوسين بالعكس ما عندنا عليه حتى اشكال ولكن في الانطباع العام قلنا راهو الانطباع العام اليوم انه الشهيد محمد ابراهيمي الله يرحمه فيه جزء وشكوك حول التصرف اسكو كان سليم ولا ما كانش سليم على المعطيات اللي كانت وارده على وزاره الداخليه، قلنا احسن حاجه انه نغيره، ولكن وقت اللي تمسك سي مهدي جمعه قلنا ماهوش اشكال احنا ما عندناش فيتو على سي لطفي بن جدو بالعكس احنا انسان نحترموه ونقدروه لانه اذا هو محترم من طرف الاجهزه الامنيه ومحترم من طرف اعوان الامن وانت يهبط اليوم في الشارع يوقفوك اعوان الامن يقولوا لك بربي خليونا سي لطفي بن جدو علاش؟ لانه خلق طريقة جديدة في التعامل مع رجال الأمن وهذا اللي نحبوه وهذا اللي نحبوا يراه زاد في الإدارة الحل في الآخر اللي مشيتوا فيه اللي هذا هو الحل في الآخر أنه يكون السيد رضا صفر وزير معتمد ثلاث الأمور
بنهار زياده. هو وصل لقصر قرطاج، علاش ما علنش على التشكيله هذه؟ لا هو نهارتها اللي وصل لقصر قرطاج وكانت اللحظه بلحظه، معناتها سيد مهدي جمعه وبقى ممكن في السياره نتاعو امام قصر قرطاج ينتظر في الحوار الوطني شنو اللي باش يصير. فما جات جا موضوع الحوار الوطني، خاطر المعلومه اللي خرجت نهارتها من مصادر يقولوا 80% ماشي باش يقدم حكومته، اي 20% غير بتجني. هي اذا هو الحقيقه كان يحترم الاجراءات ويحترم الحوار الوطني وقرارات الحوار الوطني، وكان ينتظر في الاتصال من طرف السيد حسين العباسي باش يقدم حكومته بصفه رسميه. وقت اللي وقع الاختلاف في الاخر على سي لطفي بن جدو، كانت في عباد المبادره هذه تقدمت من طرف الرباعي، واحنا في التحالف قلنا احنا ما عندناش مشكله ما دام تقدم بها الرباعي، احنا عندنا ثقه الرباعي راي الحوار ونفوضوا الرباعي انه ياخذ القرار المناسب. فيه اطراف ما كانتش مقتنعه ولكن قالت نفوض الرباعي، وبالتالي وقت اللي تفوض الرباعي فانه انت موافق على قرار الرباعي، وفما طرف رفض ونجموا نفهموا علاش، معناتها الجبهه الشعبيه كانه تقول لك انا عندي اغتيال الشهيد محمد ابراهيمي سو لك الله يرحمه سو لا كونسيونس ما نجمش نقبل بلوتي بن جدو، ومفهوم راهو الموقف هذا. اذا هذاك عليه ما علنش ولا لا هو كان المجلس. هو كان باش يعبر عليه الراي هذا سي حسين العباسي وباش يعبر عليه للسيد مهدي جمعه، وكان باش يقول له هذا هو التوافق وين وصل، فيه ثلاث احزاب ماهيش قابله والباقي الاحزاب راهي فوضت الرباعي اللي هي قابله بالقرار بتاع الرباعي. الجبهه الشعبيه مش قابله. الجبهه الشعبيه، الجبهه الشعبيه مش قابله. ثلاث احزاب. اي لا ثلاث احزاب الاساسيه في الجبهه الشعبيه. في الجبهه الاعمال. اللي هما رافضين الحقيقه ونجموا نفهم. وكان باش يقول له راهو ثلاث احزاب بقطع النظر على ثلاث احزاب هذوما تنجم تمشي وتقدم وتقدم الحكومه بتاعك، ولكن في اخر لحظه صارك التصويت على تعديل تنظيم وقت للسلطات العموميه. باش نعطيو للسيد مهدي جمعه الامكانيه العمل في ظروف افضل، وبالتالي تغيير قواعد سحب الثقه من الحكومه القادمه من 50 زائد 1 3 5، ولكن مع الاسف الفصل هذا ما تعداش، تحصل على جاي من مجموعه اخرى، ما جاش من الوطن مثلا، ما جاش من المجراحوي ولا نائب مجراح. لا 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 جاي من مجموعه اخرى. لا جات 103 احنا كنا نسحقوا ال 109 باش تمر الحكايه، احنا تحصلنا على 103 صوت لانه العديد من الخيال ما صوتوش. والعديد اللي كانوا ضد معناها. اللي كانوا غايبين والعديد كانوا ضد وبرشا اللي كانوا ضد حزب مؤتمر مجلس الجمهوريه كان فما حركه حزب الجمهوريه زاد فما اي معناتها بعض الاحزاب اللي كان ضد لانه سواء هي مش مشاركه في الحوار الوطني ولا ضد التمشي بتاع الحوار الوطني وقف الحوار قال توا سي ما عادش خريطه الطريق ما عادش محترمينها، وبالتالي على السيد مهدي جمعه انه يتريث قبل، وكلم السيد حسين العباسي السيد مهدي جمعه قال له توا انت عندك القرار تحب تمشي وحكومتك النجم نسحبوا منها الثقه في اي وقت ولا اي وزير من حكومتك نسحبوا من الثقه في اي وقت بال 50 زائد 1، انت تحمل مسؤوليتك، احنا ماذا بينا نوفروا الظروف الملائمه للحكومه هذه باش تكون في افضل الظروف. هذاك علاش السيد مهدي جمعه فضل عدم الافصاح عن حكومته وعدم تقديم حكومته للسيد المنصف المرزوقي اللي بعد وقع تكليفه مره اخرى يوم غد، وقع تكليفه لتشكيل الحكومه بعد ان تمت المصادقه بطبيعه الحال وتمرير الفصل مره اخرى للتصويت اللي تحصل على عدد محترم من بعد، وبالتالي يكون قد حسن السيد مهدي جمعه على الاقل حكومته بصفه عامه والوزراء اللي يشتغلوا معاه بصفه خاصه، وهكاك نكونوا خرجنا من الازمه اللي عشناها وسيم باش نحوصل اللي عشناه في ال 24 ساعه هذه راهو تاريخي. اليوم وقت اللي راهو لانه راهو البورصه نتاع تونس اللي هي مؤشر على وضع الاقتصاد اي هذاك علاش اي وقت اللي راهو المؤشر انه يعطي صوره على الوضع. الجمعه عملت 0.56% واليوم 1.68 1.68 وبحجم معاملات معناتها ارتفع شويه. اليوم هل اللي تعطي صوره على الوضع الاقتصادي في تونس وعلى ثقه المستثمر في الاقتصاد التونسي وفي الوضع العام في تونس نحس وكانه تحسنت هالثقه هذه. هذه يوم تاريخي يعني حاب نقول لك احنا اليوم وسيم اول يوم في تاريخ الجمهوريه الثانيه. هذه راهو هذيك كنت نسالوا لك نعتبروا انه الجمهوريه الثانيه بدات الجمهوريه الثانيه بدات بطبيعه الحال بعد المصادقه على دستور الجمهوريه الثانيه، فانه يمكن الاعتبار انه اليوم هو اول نهار في تاريخ الجمهوريه الثانيه، وهذا يوم تاريخي راهو اليوم نلقاو انه عندنا دستور وعندنا حكومه اللي تعدينا من الحكومه نتاع محاصصه حزبيه الى حكومه كفاءات وطنيه مستقله بقطع النظر عن النقائص اللي فيها. هذه الحكومه هذه كي خرجت برشا عباد عجبتهم وكفاءات واللي جاي من الخارج واللي جاي من الداخل وكل واحد مختص في ميدانه وشهادات عليا هذا على الورق مازال على الاخر.
في التطبيق حسب قراءتك سي محمود بارودي، وانت تابعت وسامحوني على الكلمه كيقولوا بلغتنا فليتوها بالقدا معناتها بلشتوا فيها كل القايبات الكل والسيرات الذاتيه، حسب رايك في التطبيق شنو باش تعطي الحكومه هذه؟ انا حسب رايي المهمه ساعه نتاع الحكومه هذه انها تهيئ الاجواء للانتخابات في افضل الظروف. وقت اللي يقولوا تهيئ الاجواء راهي ماشي باش تحضر صناديق الاقتراع ومكاتب الاقتراع وتقيد العباد، لا، انه تحضر الاجواء الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه والابنيه انه تصير الانتخابات في افضل الظروف. هذه المهمه الاساسيه نتاعها، والحكومه هذه مطالبه بالشيء هذا فقط. وقت اللي يقولوا تهيئ الاجواء راهو لابد انه يكون خطابها ويكون العمل نتاعها من اجل حقيقه تهيئه الاجواء. نعرفوا انه الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي صعيب، لانه وسيم بعد ما توفى الاوفوريه توا والفرحه نتاع التوانسه على الدستور اللي جانا، بعد بجمعه باش نلقاو رواحنا امام المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه صعيبه. هذاك علاش الحكومه نتاع السيد مهدي جمعه لابد انه تنتبه، لابد انه ترسل رسائل واضحه منذ الايام الاولى نتاعها الى الطبقات هذه. نعرفوا حاله احتقان كبيره في القصرين وفي سيدي بوزيد وفي الجهات المهمشه الكل، لابد على حكومه مهدي جمعه انها تنتبه، لانه هذه حسب رايي اهم خطر يهدد الحكومه هذه ويهدد الاستقرار نتاعها. وبالتالي فانه على السيد مهدي جمعه انه الرساله تكون واضحه. كيف اليوم عندنا الممولين الدوليين اللي يستناوا في هاللحظه هذه بفارغ من الصبر من اجل انهم يدعموا تونس، من اجل انهم يقرضوا تونس. كيف جات الفرصه اليوم، الامكانيات هذه الكل كيفاش باش نحطوها في صالح التونسي وبتحسين المقدره الشرائيه نتاع التونسي. كما تعهد السيد مهدي جمعه انه باش يراجع بصفه واضحه قانون الماليه نتاع سنه 2014، لابد انه ينكب منذ هذه اللحظه على مراجعه قانون الماليه سنه 2014 من اجل انه يكون في صالح الطبقه المتوسطه ومن اجل دعم المقدره الشرائيه نتاع التونسي. كيف على المستوى الامني ما يلزمناش ننساو اليوم، صحيح اليوم انه نقولوا تعدينا مرحله صعيبه، ولكن اليوم اللي يحب يضرب الاستقرار نتاع تونس فانه باش تكون عنده فرصه كبيره باش ما يخليناش نوصلوا للانتخابات. هذاك على المستوى الامني لابد انه نكونوا منتبهين، ولابد انه حاله الفيجيلانس خليني نقول تكون مرتفعه وحاله التاهب تكون واصله ودائمه وما نتيحوش، لان يعني وقت اللي يصير فليشيسمون وقت العباد نجم تضرب. هذاك علاش السيد مهدي جمعه مطالب بكل هذه المسائل. هي خليني نقول وكاني باش تكون عمليه نتاع مراقبه للوضع واعطاء اجراءات ديدوز نتاع اجراءات اللي على الاقل تحاول تهفت من حاله الاحتقان اللي موجوده عندنا. الامكانيات باش تكون متوفره ان شاء الله بعد المصادقه نتاع الفمية على القرض اللي باش يجي لتونس 500 مليون دولار اللي حسب رايي مهمين راهو، لانه اذا ما جاتش مع الاجتماع نهار 29 هو معناتها باش تكون عندنا امكانيه وباش تحصلوا على الاموال هذه على الاقل، انه ما نتيحوش اون سيساسيون دو بايمون، على الاقل باش نجموا نخلصوا لي زانفيستيسمون نتاعنا والاستثمارات نتاعنا اللي هي قاعده متعطله لحد هذه الساعه. دونك الوضع هذه وهالتركيبه المعقده انا حسب رايي في اللي سي في اللي ريناهم خليني نقول ما فماش عباد معناتها عباد نجموا نعملوا عليهم ان شاء الله. واحنا قلنا حاجه واضحه، ما دام حكومه مهدي جمعه والسيد مهدي جمعه ملتزم بخريطه الطريق فانه احنا باش ندعموها. نهار اللي مهدي جمعه يبتعد على خريطه الطريق فانه باش نكونوا من المعارضين لها. احنا ما عندناش معارضه مبدئيه الى اي طرف. اليوم في اشياء اخرى كيف باش نحضروا الانتخابات، هي تحييد الاداره ومراجعه كل التسميات في التسميات والتعيينات في الاداره، هي محاوله تحييد دور العباده عن كل التجاذبات السياسيه، هي متابعه وملاحقه كل ما من شانه انه يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في بلادنا. وتحدثنا عليه رابطات حمايه الثوره ونلقاو معاهم حل، لانه باش ندخلوا في حملات انتخابيه وانا ما نحبش نلقى نفسي نعمل في اجتماع عام معناتها محاصر بقوات الامن والمواطن حتى كي باش يجي جاي يبدا خايف، لا، لابد انه نتفاهموا فيه هذايا الكل باش نوفروا الظروف الملائمه. هذايا الكل من مطروحه للسيد مهدي جمعه وكذلك مطروحه للرباعي الراعي الحوار، اللي اليوم الرباعي الراعي الحوار لابد انه يشكل حسب رأي هيئة استشارية متكونة من رباعي الراعي الحوار ومن الأحزاب السياسية، بعض الأحزاب السياسية لدعم حكومة مهدي جمعة. قلنا الهيئة هذه لا باش تكون فوق الحكومة ولا تحت الحكومة، باش تكون مساندة للحكومة من أجل أنه نتفقوا على أهم المسائل الحيوية اليوم في بلادنا. هذه وسيم أهم الانتباه على حكومة السيد مهدي جمعة، إن شاء الله ربي يوفقه. اليوم كما قلت لك حالة من الارتياح في الشارع التونسي قاعدين نلاحظوا فيها، وهذه فرحنا برشا، لانه التعب اللي تعبناه وسيم والفترات اللي عدينا فيهم وفترات الشك اعطينا درس اليوم، نحب نقول اعطينا درس اليوم للعالم الكل، للعالم العربي، للعالم المتقدم، انه اليوم وقت اللي نشوفوا اللي صاير في اوكرانيا
ونشوفوا اللي صاير في تونس. اغزروا احنا معناتها عندنا 3 سنين اليوم ديمقراطيه، ولا خلينا نقول في الانتقال الديمقراطي، واعطينا درس حقيقه، اعطينا درس في الانتقال من سلطه لسلطه، في معناتها حق الاختلاف واحترام حق الاختلاف، ولكن ما نختلفوش على مصلحه بلادنا. اليوم وقت نفكروا الاعتصامات نتاع باردو، هذا كنت نقول لك معناتها قعدنا احنا اقل من دقيقه، هذه حاجه مفصليه. انت كنت في اعتصام باردو، كنت نائب منسحب، كنت نائب منسحب وكل حق بكل صراحه. توا بعد اللي ريته البارح واللي عشته البارح ندمت، خاطر تجدد البارح المواقع الاجتماعيه، العباد يقولوا وينهم اللي كانوا في باردو يطالبوا بسقاط، شنو احساسك توا؟ لا احنا في التحالف الديمقراطي كنا، احنا في التحالف الديمقراطي كنا في باردو، ولكن كنا ضد حل المجلس الوطني التاسيسي، كنا نعمل من اجل انهاء اعمال المجلس الوطني التاسيسي في افضل الظروف. خليني نقول لك، كان ما انسحبناش واعتصمنا في باردو رانا ما وصلناش للنتيجه اللي وصلنا لها اليوم. الله يرحمه الشهيد محمد ابراهيم، حسب رايي هو قبل ما ماتوا وبعد ما ماتوا ساهم في صياغه الدستور، الدستور اللي يحكموا به التوانسه الكل. هذي راهو ما يلزم ينكروا حتى حد. والعباد اللي هبطت الباردو راه كانت مقتنعه، وكان ما جاوش كل 100,000 وال 150,000 وال 200,000 اللي هبطوا في باردو، وحتى العباد اللي ما هبطتش ممكن راهي الامور ما تحركتش، ممكن راهي الامور ما تحركتش، لانه احنا النواب الديمقراطيين قداش كنا العدد نتاعنا؟ كنا 60 50، ما كناش نجموا ناثروا، ولكن بالضغط الاجتماعي والضغط الشعبي. محمود بارودي فقط في الختام، قعدونا بعض الثواني، غدوه جلسه المصادقه لحكومه السيد مهدي جمعه، شنو باش يكون تصويتكم في ديمقراطي وما هي حظوظ الحكومة هذه في 10 ثواني؟ في 10 ثواني نجم نقول لك انه ابريوري احنا عاطين الثقة في حكومة السيد مهدي جمعة وباش نصوتوا معاها، وحسب راينا انه السيد مهدي جمعة ان شاء الله باش يكون عند حسن الظن، وان شاء الله باش يخدم البلاد نتاعنا، وان شاء الله باش يوصل بلادنا للانتخابات في افضل الظروف ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك السيد محمود بارودي نائب المجلس الوطني التاسيسي. اذا نستنى نشوف باش يصير غدوه، ولا محاله حاجته ب 109 اصوات ما وصلتو لهمش المره اللي فاتت في موضوع الثلثين والثلاثه اخماس، خاطر فما عباد كانوا غايبين. تو نشوفوا غدوه شنو هو اللي باش يصير. شكرا لك، شكرا لكم توا مشاهدينا، وان شاء الله هذا الكل مبروك علينا. ملتقانا الاسبوع الجاي اللي فيه خير لبلادنا، هذاك اللي نتمناه ان شاء الله يصير. وتحيه تونس.